ونوض غل سني غرمان دبتي يغزر مزاب جام تفرت يغزر مزاب اون تنفوز تيشاتني زوران سامزروي نتمورت نتزاير او تغرمي تجوي مسنا دي نجوين تسند غير صبار دسات تملا دود مزعيم دشري جين تعكي تنتنيري نتمورت نتزاير دود ما نخزر دي سلم عني الاحترام دا الطربي تنقم ميدن بينس الشبر نسن دامل داد نسن دادين دا الفلسفة يتمدور تنسن اتي غرسان يمار نو سرسين سن نيساني غرمان جين تيتي اش شرا خدمنت كيف انت دار نسن دي غرمان اذا الطبيعة نتمع السرسني سقامو يجبان فوزيورين تغوسيوين الدين دتمدورت او الهيكل الا نيمارو تسري تجرون اي لوناتي غرسان نغزر مزاب اول ما تقتو خمس سنة كسور بعد ومني عاد بريان القرارة كل يعني لابادية كاع المنطقة تيقت تنظيمات اجتماعية نظام العزابات العشائر الكفالات يعني التضامن الاجتماعي كذا اللي يقيم سي بداية القرن الخامس الهجري آل تاريخ واسوس ديغ الله يجور خاطر قائم على كتاب الله وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الحضارة نتمزاف سل الفلسفة اللانديس تجو منا ونمسنا دبرسن دي العمر نص دي الشخصية نوك غرسان دي نعزمن دي مجهدن إلا نمسنا ونتمع دي آش الصفحة التنظر فتي غرسان أن فيق الكنز دا مقرن سبل الكفيلة لحماية هذه الطغاة الثقافي لوادي ميزاب وولاية غدايا وإظهاره كمشهد ثقافي كحظيرة ثقافية يجب المحافظة عليه برامج عدة لترميم التراث وإعادة تأهيله ومن بين المعالم الكبرى هناك يعني دراسة ترميم لقصور غردايا بونورا وكذلك بريان وأكبر عملية نحن يعني في صدد في الدراسة حاليا هو المحيط الدائم لحماية سهل وادي ميزا أغلانا ونتمي بهان يشر سيلس ميو صفص أدلما انت الدجين الجدود يفسنغ يلزم أن جتيتي غفص عفر أما غار قارني مزوار ويوفين ولطيف أدي برس ولطيف نانتي ذات ديك تتما اي تبها سميد نس دل عويد نس دا التاقالي دس دوم زرويس دي دين عزام نس ديقن ميدن الى نسجا نكت الحضارة تتجا ان برسن دواسي سجا ونود غلو ليت انتغرديت ادي بار يبرس فميدنو امشي التوغن عزن مغبتة دل حكمة التوغن غرسن باش كتسجا نقعون حضارة